نشوف برضو رد آخر، رد آخر من أحد الضباط العظام، رد آخر ولقطة مؤثرة ما بين والدة الشهيد شريف محمد عمر وصديقه المقدم محمود علي هلال خلال نفس الندوة التثقيفية، بس كانت 2018. خلينا نشوف هذه اللقطة المؤثرة، وده يعتبر رد آخر على اللي بيقول لك إنه الضباط والجنود بيروحوا غصبا عنهم لشمال سيناء. بكرر نفس الكلام اللي أنا قلته لك يا أمي قبل كده، وبقول لك يا أمي، الشهيد هو صاحب الفضل عليا وعلى كل إنسان بتآمن في هذا الوطن. الشهيد اكتشف مخزن كبير للعبوات الناسفة. العبوات دي يا أمي كانت هتستهدف قواتنا، وكان هيروح بسببها أرواح كتير. الشهيد يا أمي أحبط عمل كبير كانت العناصر التكفيرية بتعد للقيام بيه. يا أمي لو ما كناش عملنا كده ما كناش نبقى جيش مصر، ولا كنا نستاهل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فينا إن إحنا خير أجناد الأرض. يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل والمنة. إحنا عملنا كده لأن إحنا اتعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبداً شهيد أو مصاب. القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف بأحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ملهمش تالت، إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة. وهي أوامر فندم.